Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Alifatul Rahmah, siswi MTS Ma'arif NU 2 Sutojayan, Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harramal khamra ala sa'iril masyrubat wa ja'alal mukhattirati azharat tahatti ala syubbani wal fatayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ahlil kurbi wal karamat. Amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, nahusu bi dhikri samahatal hukama'in nujaba lajinatal musabaqatil ajila rahimakumullah. Nabda'u hadha al-liqa' bitaqdimi syukrina ilallahi jalla wa'ala li'anna bi'inayatih nastati'u an najtami'a fi hadhihi al-buq'ati syarifah bikamali sihhati wassalamah. Wa fi hadhihi al-fursati al-ghaliyah uqaddimu baina aydikum khutbatan arabiyatan tahta al-mawdu' khatar al-muhajirat li-istimrar al-dawlati wal-mujtama'. Ayuhal ikhwah fillah, kama arafna jami'an anna syabab sawfa yaqumuna bidawrin hammin fi tarqiyati syu'ub wa taqaddumihim fahum amalul ummah alladzina sayujahiduna limustaqbali baladina albahir fahum aidan amalul islam alladzina sayudahuna anfusahum litatbiqi ta'alimihim fil mustaqbal kama qala syekh Mustafa al-Walayayni inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. وبهذا نتأكد أن في يد الشباب مستقبل البلاد والأمة. لكن للأسف الشديد كثير من أصحابنا الشباب يتجاوزون عن أحكام دين الإسلام ولا يهتمون بالتربية والتعليم لا سيما التعليم الديني. بل منهم قد انحرفوا من الأخلاق المحمودة ويتخلقون بالأخلاق السيئة كما شاهدنا في التلفاز أو سمعنا في الميديا أو قرأنا في الجرائد أن هناك كثيرا من الشباب الذين يشربون الخمر ويتناولون المخدرات وغير ذلك من الأدوية المحرمة. وهذه الأشياء كلها منبع فساد الأخلاق الأمة وسلوكها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. أيها المشاهدون السعداء، إذا كان هذا هو المشهد الآن، كيف أهوالهم بعد سنة أو سنوات قادمة؟ هل تتوقعون كم من الشباب الذين سيقعون في سهل المخدرات والأدوية المحرمة؟ إذن كيف نحل هذه المشكلة؟ نعم، هناك ثلاث طرق يمكننا أن نحل هذه المشكلة بها. الطريق الأول، علينا أن نغرس الإيمان والتقوى في قلوب أولادنا وأقربائنا، لأن بالإيمان والتقوى يستطيعون أن يفرقوا بين الحق والباطل حتى لا يتناول المخدرات والأدوية المحرمة. الثاني، اتحاد الأمراء والعلماء وجميع أفراد المجتمع لمواجهة ذلك التحدي تجاه شبابنا فيتعاونون لمحاربة تلك الأشياء الملعونة حق الحرب حتى لا يوجد مدخلا بل ثقبة لنشر
نشري تلك الأشياء المحرمة. الثالث، علينا أن ننقذ أصحابنا أو جيراننا الذين قد وقعوا في سهل المخدرات والأدوية المحرمة. ندعوهم وننصحهم ليعودوا إلى طريق دين الإسلام القويم. بهذه الطرق إن شاء الله سوف تزول أخطار هذه الأشياء الملعونة من بلادنا، فتأمن بلدتنا وتكون بلدة طيبة وربا غفورا. أيها الإخوة رحمكم الله، أكتفي بهذا وأقول في الأخير: وإن تجد عيبا فشد الخلل وجل من لعب فيه وعلا، والله المستعان إلى سبيل الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hai teman-teman, dukung saya ya. Tekan tombol like dan subscribe serta komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.